امبارح اقيم نهائي دوري الوزارات بين وزارة النقل ووزارة الثقافة. المباراة والدوري ده بشكل عام طبعا كان بيقام تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء. خلونا نشوف جزء من مباراة النهائي ومراسم التتويج من خلال هذا التقرير. اتفضل. نجاحه شيء مهم جدا وبيؤكد يعني دور وزارة الشباب والرياضة على تنوع الرياضة في كل مؤسسات الدولة، وبيؤكد على يعني توجيه فخامة الرئيس على ان الرياضة شيء مهم جدا، شيء مهم احنا بنؤديه في المدارس وبنؤديه في الجامعات بالتعاون مع كل الجهات. يعني النهاردة مع القطاعات او الوزارات يعني كانت بدأناها بتنس طاولة سيدات وكرة، أكيد كرة رجال، أكيد إن شاء الله المرة الجاية هتكون أكتر شوية، لكن بتؤدي الهدف والغرض من الرياضة كرياضة. التواصل المجتمعي ما بين العاملين في الحكومة المصرية بشكل كبير جدا، لما هتشكل فرق احنا كمان هيبقى في تدريبات وفي حاجات هتبقى موجودة إن شاء الله. فعلا ده دوري ناجح بكل المقاييس، بشكر الدكتور أشرف صبحي عليه، بشكر فريق وزارة النقل طبعا اللي رفع راية الوزارة. بنقول ان فريق وزارة النقل حديد زي السكة الحديد بتاعتنا. الدوري طبعا الحمد لله منافسة شريفة، منافسة محترمة، بتقول لا للتعصب. عرفنا احنا الوزارات ببعضها، عرفنا بعض في مختلف الوزارات، لان طبعا حضراتكم عارفين العمل داخل الوزارات الدولة بيحتاج مجهود كبير جدا، فكان فرصة ان احنا ناخد نفسنا ونمارس الرياضة بتاعتنا. وطبعا كل الشكر لرعاية لدولة رئيس الوزراء على رعايته هذه البطولة، وكل الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه دعم البطولة الأولانية دي للوزارات، الكرة الخماسية للوزارات. طبعا كل الشكر، وزي ما وعدنا معالي الوزير من أول ما تعليمات البطولة جت وكلفنا بالفرقة أن احنا إن شاء الله نعزمه في المباراة النهائية، وعزمنا ست الفريق كامل في الوزارة في المباراة النهائية، والحمد لله رفعنا الكاس. وبنقول لزمايلنا اللي كانوا قدامنا وزارة الثقافة هارد لك، وإن شاء الله يعني نقابلكم في مباراة تانية بإذن الله، وربنا يوفقهم بإذن الله. الحمد لله الدوري ده فعلا الأول، هو اسمه الأول فعلا، وهو فعلا الأول، بس حاجة بصراحة ما شفناش قبل كده خالص بصراحة. في الافتتاح كنت في الافتتاح هنا برضو، وكان في وزراء وفي رجال دولة كتير، وكان المفتاح 10-10. النهاردة برضو الختام 10-10، ما فيش حاجة فيها غلط. افتتاح ما حصلش، يعني ما بشوفوش في الدوري برا أو دوري عندنا حاجات حلوة، يعني جت حاجات تشرف فعلا. والدكتور أشرف فعلا عامل، وزير الشباب والرياضة عامل طفرة فعلا في الدورة دي. طبعا سعيد بالدعوة من سيادة الوزير طبعا دكتور أشرف صبحي والدكتور أحمد الشيخ، حاجة كويسة طبعا، وحاجة أعتقد أن كرة القدم هي اللي بتجمع الناس، وشيء طيب طبعا أن يبقى في دورة ما بين الوزارات من بعضيها، لأني الناس كلها بتحب كرة القدم، الناس كلها بتستمتع لما بتلعب كرة قدم. فالنهاردة شايفين عدد من الوزراء طبعا كلهم متواجدين بيشجعوا الناس وبيشجعوا الموظفين، والناس تلعب اللعبة اللي هي بتتبسط بيها واللي هي بتشجعها، حاجة إيجابية، لأن هي دي معنى كرة القدم، إن هي بتجمع الناس مش بتفرق الناس.